أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر، آمين. وبعد، وكمك إخوي تعالى لجلسي دويستو سيودو من لتدريس كتبي الفقه المنهجي جلدي دوم لا بريسد شستو يك جيجا أو بابيك أفرمي ثالثا النفقات وما يتعلق بها. نفقات أو نفقانة النفقي مثلا جن لسر شوي نفقي من الله سر بابي يا برعكس بابي لسر منالي أمثالي أو نفقات أنا آيا كم واجبة أقا واجبة شون واجبة لسركية شون أو أنا بحسكا وما يتعلق بها أو متعلقة بأوشتانة. أفرمي تعريف النفقات، النفقات جمع نفقة، والنفقة لغة مأخوذة من الإنفاق. نفقات جمع نفقس، نفق إجل لغة لإنفاق كيرياجي. إنفاق إشتية وهو في الأصل بمعنى الإخراج. إنفاق الأصل بمعنى ودر كردنة إخراج در كردن، والنفادي بمعنى توابوني كإنفاق. إنفاق يعني نفاد وتوابون. بوشي شو نقطة إنفاق إشتية كي معمولا نوع التواوي جبت. ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخير، إنفاق إلا لكاري خيرا إنابت بكار ناقيرت. أما كيجي ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخير لآية قرآن هاتوك كافر كانش إنفاق كان بكاري خراو سآيتي سيوششي سورة أنفال فرمي إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بس معنى كي أو كبيجي باشترى بيجي شي باشترى بيجي أكثرا أواسينا أخوة ما آياتي سورة أنفال وبحثي وكا برحل إنفاق لكاري خيرا بكار الروا. والنفقة اصطلاحا كل ما يحتاجه الإنسان من طعام وشراب وكسوة ومسكن. نفقيج الاصطلاح تواي أوشتانيك وإنسان نيازي بيتي احتياجي بيتي إذا طعام بيت شراب بيت نوشيدني بيت كسوة ولباس بيت يا مسكن بيت. بس أما نسن نفقة كيجن نفقيجن مثلا لسر شوي واجبة شيء أما طعام شراب كسوة مسكن أو إكوا ضروريات إكترن خرج مخارج الدكتوري بزشكشتي أوها أوانا. وسمي نفقة لأنه ينفد ويزول في سبيل هذه الحاجات. ناوي نرياق النفقة بوشي چونك ينفد تواء بيوتو برحال انتهايتي للرقاي أم حاجاتان تخوية بيوترا والنفقة. أنواع النفقات للنفقات أنواع خمسة نذكرها فيما يلي. نفقات أنواعك هي بنج دانا كليرا ذكري أنا كين لويك الأخواراتت. الأول نفقة الإنسان على نفسه جاء أبزانا وكل كتبي توضيح الأحكام جلد الشجلة بريسي في 66 أفرمي أجمع العلماء على وجوب النفقة في الجملة. إجمع زاناني لسرف في الجملة بتوري كل نفقة واجبة. فتجب على الإنسان نفقة نفسه ونفقة زوجته وبهائمه مع اليسار والإعسار. واجب لسر إنسان نفقي خوي نفقي جنكي ونفقي حيواناتك وان لاختيارية تشد استنق بتشد مرحلة صلاة دار بيت. وتجب عليه نفقة فروعه وأصوله سواء أكان وارثين أو محجوبين. وتجب عليه نفقة حواشيه إذا كان يرثهم بفرض أو تعصيب. نفقي فروع أصولي لسري واجبة إجا فرقناك جزي وارث بن يا وارثان نبن وهكذا إلى آخر حواشيكان أوانيك وإرثيان ليوات. نفقة الإنسان على نفسه أم على منظوري وكتونج أنفق على نفقي دال لسري أو كسه لسري أو رقاب بو طريقة بس درست أم على أقعلا بمعنى واجبة أو كاته. مثلا نفقة الأصول على الفروع يعني شي نفقي أصول واجب لسر فروع بلان ليرا منزوري وسه نفقي إنسان لسر نفسي خوي إنفاق كاين لبو حاجاتي نفسي خوي. نفقة الأصول على الفروع أبيتا شي أبيتا نفقي أصول بابو باواو أعوانه نفقي فروع يعني بدن نفقي منال يعني منال زين أعوانه.
نفقة الفروع على الأصول يعني فروع كمنال ومنال زاو وانا سبيت شبكة انفاق كالا سركي لسر أصول كاني خوي كجدو جدو باوا ودادا وتي دايكو بابا وانا سه نفقة الزوج على الزوجة شر أو معنى هذا يعني شي نفقة الزوج على الزوجة يعني شو بيت انفاق كالا سركي جنكي ونفقاتي كي ترك لآخري بابا كاعد زمان كرتيت كبحسي بتم النفقي مثلا كابرا لسر حيواناتي كهسي يا بردي كهسي يا حتى زمين زراعي أو شتانا كهسي أو عينش بحسي كراوة ويجي ولنبدأ بشرح أحكام كل نوع من هذه الأنواع على هذا الترتيب الأول نفقة الإنسان على نفسه أرزم كنفقة الإنسان على نفسه إن أدنى ما يجب على الإنسان في الإنفاق أن يبدأ بنفسه إذا قدر على ذلك وهي مقدمة على نفقة غيره نفقة إنسان لسر نفسي خوي يعني شي يعني أم إنسان واجبة أجر لبرسيتيا نمري مالي هز بخوي خرجيكا لسردي هوا نمري مالي هز لبهاس سين بخوي لبر بفرو باران خوي إنكا نخوش بكويتو بمري مالي هز سرپنا بخوي دروسكا أواني كن حاجاتي ونياس هاي ضروري أم إنسانا بس كم ترين شتيك حد أقل شتيك هو واجب لسر إنسان لا إنفاق وسجاري يعني زيكترين كسك واجب لسر إنفاقك بخوي تسببك أن يبدأ بنفسي تسببك بخوي إذا قدر على ذلك ما دامك تشيه قدر على ذلك ما دام دا صلاة بيديت أقر دا صلاة نبو قاعدة ما نسك لا واجب مع العجزي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دي وهي مقدمة على نفقة غيره مقدمة لسر نفقي غيري خوي يعني جاري أول خوي أول خوي بعدن ديجاري حال أصلا آية القرآن قو أنفسكم وأهليكم نارا أول خوت بعدن أهل فس وتشمل هذه النفقة كل ما يحتاجه المرء من مسكن ولباس وطعام وشراب وغيره وغير ذلك شأم نفقة شاملي تواي أو شتانيك إنسان احتياجي هزبيان لمسكن للباس لطعام لشراب وغير أوانة شامل أبيت كعرض ما نكر بطمان إجماعي زانيني لسر النفقة في الجملة واجبة في الجملة إذا نفقي نفسي خوي للايها مو زانيان واجبة نفقي جني للايها مو يواجب وهكذا نفقاتي تليش كبحثي أكريب شروطيك وكم اختلافاتي لسر ونفقة الإنسان هذه إنما تجب في ماله نفقي إنسان أما لشي لتشتيك يا واجب أبي لمالي أم إنسان واجب أبي أبي لمالك يا نفقيك لسري خوي بو خوي أبي أنجامي إنفاقك واجب أبي أوانا بيرت وخرجك ما دام يملك من المال ما ينفق منه على نفسه ما دامك أو عند مالي هبت كي لو مال بيرت وإنفاقك لسر نفسي خوي بو حاجاتي خوي دليل ذلك ما رواه البخاري في لكتب أحكام باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم أويك إمام عامي مسلمان بيت مالي مردم بفروشه لبرشي لبر مصالحي أوان ضياع أموال ضياع يعني زمين وزراعة أوشتانا مسلمش باب الابتداء في النفقة بالنفس أويك تؤشي أول بنفسي خد سي بيبكي وغيره عن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر نفل لبني عذرة عبدي كي خوي بصورة مدبر آزادك عن دبر يعني شي دبر يعني پشت منظوري اگر من مردم بردكم آزاد بي مدبر اوسا يعني كسك بيعي بردي مدبر اوسا كسك كابرا يجي اگر من مردم او بردي من الدواي من آزاد بيت بس إجي أعتق عبدا له عن دبر وتي بردكم دواي وفاتي من آزاد بيت فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وديار بياوك فقير بوا ندار بوا هل أو بردي بوا هوال أجيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ألك مال غيره أيا مالك ترغيري أن بردتهس فقال لا وتينا والله فقال صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني كي أمبر ذا لمن أسيني دقتك كابرا هيج إني كينك ذا بيغمبر عليه الصلاة والسلام بكو إمامي كي عام خليفة يعني قوري مسلمانان تيتو چيكا خوي
بالابتداء ببيع أو قصبك أي فروشت. فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي رضي الله عنه يا عدوية بثمانمائة درهم. نعيم كري عبد الله عدوي بهشصد درهم سندي، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو هشصد درهميها وردو تحويلي كابريدا، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها. ها بنفسي خود دس بيبكو انفاقك لسن نفسي خود، بنفسي خود أولا خرج بك، فإن فضل شيء فلأهلك. أجشتيكي ماوى دواي خود بو أهلت كأهلي ابتداء جنة بعدا منالة. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. أجشتي لخانوا دكت ماوى بو كسكارا زيكو فاميلا كانت. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء أجل فاميلا كانت دبارك بإنفاق لسرك دنشتيكي ماوى فهكذا وهكذا فهكذا وهكذا. في غمر عليه الصلاة والسلام إدامة حديث كيجي يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك وكو بيجي في غمر عليه الصلاة والسلام بدس إشاري في الوتيتي فلمتي آوات يعني برو هر جهة تقركت إنفاقك فهكذا وهكذا يعني تصدق به في وجوه الخير لهر طريقك كتقركت رقا هاي كتر صدق بدأ أو هكذا وأتي يمينك وأنا وتفسيري بعض الراوية كان جاء إمامي نووي رحمة إخوائي اللي بلم حديثة لشرح مسلمة أفرمي في هذا الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر. لم حديثة دا دلالتك واضحة يا بو إمامي شافعي وأني موافقي أو إلا أو رأي دا وتيتي تؤتواني مدبر بفروشي يعني أجهاته بردية كابرا وتبتي من مردم أزادي كم أتواني سبي فروشة هنوز أزادي نكردوه أتواني بقرتو بفروشة. لام إمام مالك وأصحاب مالك وتيانا جائزني ما جرى وك كابرا واقعا قرض دار بيت. أوه. برحل. معنى قوله عن دبورين أي علق إتقه بموته. إتقكي أزادي بردكي تيكر معلق كده ب. مرجي خويف فقال أنت حر يوم أموت أو رجع من مردم تو أزادي. دي أم حديثات شواتي أمي هاتي كفي غنبر عليه الصلاة والسلام فرميتي ابتداء لنفسي خوت يعني إنسان نفقي خوي لسر خوي واجبة أجر ده صلاتي بيت. الثاني نفقة الأصول على الفروع. أصول بابا باوا حتى بروا تسر بين نفقي كيبن نفقي فروعي خويان بن كريان كرزايان كنيشكيان كنيشكرز هكذا. يجب على الوالد وإن على نفقة ولده وإن سفله لسر والد أجرش على يعني شيء بابروا سرتروا بعوابي بابي بعوابي دي دي تابروا واجبة نفقي ولدي من على كي بدأ وإن سفله سفله يعني شيء هرتش من على كي زور لخواري شابي خواري شيء يعني لحازي بيوند كلبين يعني كرزايبي كرزازايبي هرتش. فالأب مكلف بالإنفاق على اختلاف أنواع النفقة. باوك مكلف إنفاق بكات بأنواع نفقة كان يعني طعام مسكن لباس شراب إلى آخر على أولاده ذكورا وإناثا لسر من الله كاني كم مذكر بن كم مؤنث بن. فإن لم يكن لهم أب أجب بابي النبو كلف بالإنفاق عليهم الجد أبو الأب القريبي. أجر بابيان نبو جد مكلف أكريه بإنفاق كجد إشكية جاري فعلا بابي بابي نزيك يعني شي فعلا بابي بابي أجر نبو باواي بابي أوها. ثم الذي يليه دواي أويك نزيك يعني أجر بابي بابي نبو فرسك باوا كما وباواي بابي ما أول خرج هذا أوا. دليل ما نشي ودليل ذلك من الكتاب قول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فصدقتك اللي راء آيتك أفرميتي أفرمي أجر أو جنانيك طلاقتان داون هاتو مناليان بو لأيوه حامل بون مناليشيان بو بعدن هاتو شيريشيان دابا منالكتان انفاق بكن لسر أو جنانو أجريان بيبن يعني دست مزدكيان بيان بن يعني شي يعني اللي راء مخارجي أو منالا أخواي قورا فرميتي واجب لسر بابي. فإجاب الأجرة على الزوج لرضاعة أولاده يقتضي إجاب مؤونتهم المباشرة من باب أولى.
پس واجب گردانی دنی اجرت و دستمزد لسر شو بو اوی که او جنان شیر بدن به منالکه یعنی سه مثلا بینی دایکا که طلاقی گرتو با اجرت اینکا یا حتی جنی که تر اگری بوی که شیری پی با لیرا چیه اقتضای او اکا که مؤونت یعنی خرج و مخارجی مستقیمی او منالانی چه لبابی اولا و بسورتی اولا و بطریقی اولا واجب بکری لسر که لسر باباکه. وقال الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. دايك كان شير أدن إذا ما شير أدن شي خبره بمعنى شي أمره با شير بدن شير بدن بمنالا كان دو سالي كامل بو كسك غريكيتي شي غريكيتي رضاعتك توابك يعني شير دينك كاملك بس شير ديني كامل دو سالة ولا سر أو كسيج منالي بوبوه كي بابس وعلى المولودي له أو كوا منالي بو بدنياته رزقهن وكسوتهن بالمعروف رزق وشاكي أو جنانة بالمعروف أبي بدا بالمعروف يعني شي تبقي عرفي منطقة أو كوا عرف عادتي منطقة شون تعامي منطقة شي لباس منطقة شي آوا دي. فإن نسبة الولد إلى أبيه بلام الاختصاص مولودي له نسبة منالك بولاي بابيك بلام اختصاصات له وهي له تقتضي مسؤولية صاحب الاختصاص وهو الأبو مقتضي تيه داواي تيه كمسؤولية مسؤول بوني صاحب يام اختصاصه ها وكويجي الغرم بالغنم يا الغنم بالغرم تو که ام خیرت نصیب و به خرجی شیب کش تو لبینی مردم افتخاره که منالت از منالک سعاق خزمتی تو که دی لونه شا به خرجی بکش دی و هو الابو که اما بابس لرا مسئولی چیه مسئولیت صاحب الاختصاصی عن نفقت ولده و مؤونته ابی هم نفقی بدا هم خارجی بدا و کذالک وجوب نفق یا مثلا تقتضی وكذلك وجوب نفقة المرضعة للوليد وكسوتها تدل على وجوب نفقة الولد وكسوته في من باب أولى كما علمته جاء واجبوني نفقي مرضعة شير ده جنك الشير بيدا حتى دايك يقولش نبي جنك الشير ده ومن الله واجبة خرجي بدي للوليد ها مرضعا للوليد بمن على بدنيات وكسك شيره دابا من علىك وهروا لباسي او جنه واجبه ك لسش بابك ديما دلالتك كا واجب النفقه من علىك ايش بدا لباسي من علىك ايش بدا من باب اولى حامي بوي يعني ستو تماشاك احمد استنباطي تماشا استنباطك من باب اولى تو لبر شيردان بمن علىك واجبه اجرته لباسي دايك كا بيبي أو لا ترك خودي يعني أصلي محوري مسألة شيء من علاكس بس من علاكس أو لا ترك مخارجين لسر باب الشيء واجب به. وأما دليل ذلك من السنة فما رواه البخاري لبابي إذا لم ينفق الرجل للمرأة أن تأخذها أجر بياو خرج جنكين دا بوي هي جن المالي بياو كهل بكرة ومسلم باب قضية هند جرياني هند جنك أبي سفيان عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت هندي كشي عتبة هات لا يبيغمبر عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح أبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أبو سفيان رجل بيعوكي استلاحا بخيل بمعنى شرعين بمعنى عرفي لا يخلقي كبحسود بخيل يعني كابريكي خسيسة خرجناك خرج مرج من نادا إنسانك الشحيحة شح يعني زور تماعي مالي هز كم خرجك أبو من وليس يعطيني ما يكفيني وولدي أندازي أويك بو منو بو من على كم كافي بي في من نادا إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم مقر أويك من خم مخفيانة لحالك أو نازاني لما لكي هل بقرم تا بشمانك فقال خذي ما يكفيكي وولدك بالمعروف فالمدى باشا قيناك او اي بو خطو بو منالكت كفايتك بالمعروف هل بقرأ با بيشي نزاني بو چون واجب لسري بتبدا ارنيدا
بزور لي أسمري دي وقت ببي زور لي أسمري من بابي أولى حالي بوي من بابي أولى جائز مثلا الآن أما كاورايك مالي توي بردوه مصادري كردوه بيد ناداتو هرچي بيجي ظلمت فيك بو تو هي مخفيانا لما لكي هل بقري باندازي خود بالي بالي ما دام كشي ما دام الرقاي كنا معوا ما دام الرقاي ما بو تو هي لاندازي أو ينو حق خود هل بقري وكوام حديثة يقصد خذي من مال أبي سفيان وتي ينزور وسيع إلى مالكي بقرو تواو هذا ويلحق الأحفاد بالأولاد بجامع النسبة والحاجة في كل أحفاد يعني نوكانيج نوو من على زايج ملحقة بأولاد بجامع النسبة جامع النسبة جامع يعني يعني كوا حكم كيان أكايك حكم وكو شون يجين علت مداري حكم علته شيء كأمانة جمع يانا كاتو لم حكم دا نسبة دعي نسبة كي أدري يسم منو تو إجن لم نسلي كي منالي كي نتوي كي إجن نسبة أدري تو لا فلانكس بس منالي منالي توش منالي توه والحاجة في كل هم شنين حاجتي شيء أنا زمان إيش فرق يعني أوان إيش منال إنه حاجتي يعني بس هم نسبة أدري إنه لا أمان هم حاجة بنديشين شروط وجوب نفقة الفروع على الأصولي شروط واجبوني نفقي فروع على الأصول الآن دقتك أهالي رأى نفقة الفروع على الأصول شيء وجوبي نفقة الفروع وجوبي نفقي فروع لسر أصول شرتكيتونا يعني أوي كوا أصول كدايك بابا وبوابت وأنا بد بتش شرائط النفقة كأشي لسر واجب أبي نفقي من الله كانوا فرع كاني خوي بدا ويشترط لوجوب نفقة الفروع على الأصول تحقق الشروط التالية بو أوى نفقي فروع لسر أصل لسر أصول واجب ببيت لرادة قد كان وجوبك هاو دبوية وتيتي نفقة الفروع على الأصول الأول أن يكون الأصل موسرا بما يزيد عن قوت نفسه وقوت زوجته مدة يوم وليلة أصلك إيسا أصل بابا بي يا باوابيد يا بابي باوابيد أبي موسر بي موسر يعني شي استلاحاً كابريك بيك دستنگ نبين دسالة دار بي دسالة اوي ببي زياتر لقوتي خويو قوتي جنكي بمدتي شوروجي كيبو اگر زياتر لقوتي خويو قوتي جنكي بمدتي شوروجي لو زياتر يبو ابي قوتي اواني جبلا براسي امرو اقوابت موسر هيتش كذب غير موسر رنگ نبين حالي بي بس يعني فرسك إيسا كابراز قوتي شج مانجي ولا مالا لباسي دس على تريجي على مالا مسكني مرفه أنواع وأفزار وأسباب لنا ومالا مثلا إجي تينات وانا من بوم ناكري نازم ملاخ تو قراني تو حتما إني برو باش لو قنمو ولا مالها سبيدة بالا نجبابي اتعي فروش يعني بيو كبابيك مثلا فلو كان الذي يملكه لا يكفي خلال هذه المدة غير نفسه هو أو غير نفسه وزوجته لم يكن مكلفا بالإنفاق على فروعه أجر أو يواهسي كفايتي نكا خلال أم مدتك كان بو شوروجك كفايتي شوروجك نكا أنت ممكن كابرا بيجي ديباش أو بشي أمرو معناس تخو بشي سيروج مال معناس وتعالى مؤمني أو دانن يا كبيجي شي ديتو بشكي أمرو جار قنا بأي سوحة شي أكي سوحاتي خواه كريمة بروشوني رزق روزي خطة الصحابة نستيري مرحل أو صحة أبو زكاة فطري أرواسة زكاة فطري سر كيف أرزكا سيكوا زائد لسر نفقي خوي وخانوادي لروجي ججن شو روجي ججن بوي زكاة فطري سر فرزبي أود زائد لسر نفقي روجي جج تعامي روجي ججني شو روجي ججني زياتري بو نفق السر فتري لسر شي فرزري خب اگر ام دسا امي نبو كبشي خوي ها لا يكفي غير نفسه اندازي خوي زياتر كفايت نكا يا خوي جنكي فقط كفايت بكا اتلي را مكلفني انفاق كات سريكي سري فروع كاني من الكاني ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اها دليل ما الحديث كس ابدأ بنفسك فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك إلى آخرك دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثانيا أن يكون الفرع فقيرا فرع كيش فقير بيت
يعني شي فرعك فقير من ألكايا أو من ألزا فقير بيت. ويشترط مع فقره واحد من هذه من الأوصاف الثلاثة. يعني الآن أجر باوكك منالك تازة بدنياته هي منالك دوساليه منال خوي بولي بيت أصلا لسر باب فرزني خرجيب كش إذا منالك خوي لك في بولي بيت ميراسك غيقا في بهر جوري كتر حالي بي كسك شتيكي داقا في كسك شتيكي وقفي أو كردو كسك شتيكي وسيتيكي بو كردو هر شي بولي بيت لسر باب فرزني حل لو بولا خرجيك أتواني بخرجي خوي بكابوي وليت فرزني لبولي خوي بدا حل لو ماليك مالي منالك خرجي بوكا فاز اگر فقير بيت فقير نبو اگر فقير يجبو ابي يكلم او صافانه هم راه لقى الفقير كهبيت تا بازم فرز بيت الاول فقر وصغر فقيري وتي ومن البون اجينا اگر غوربيت غوربيت وبتواني خو برو بشوني كسبو كارا فرز نيتر فقر وزمانه زمانه يعني شي زمين غيربون كابرايك عاجز لكارو كاسبيت بهر طريقه كز بهر دليل كز فقر وجنون جنون ايش كديار يعني شيتي فالصغير الفقير يكلف ابوه بالانفاق عليه فان لم يكن ابوه فجده فزمنالي صغير كفقير بو بابي مكلف كريك انفاق لسركا اجر بابي نبو باواي وكذلك الفقير الزمن همشنين فقير كتيبت زمین بید زمین یعنی چی؟ یعنی کسی که وا زمین گیره، کسی که وا اصلاً عاجزه. این زمین گیر زمین کلمه فارسیه. ریشه کی بوم نگرد. ولی منظور لز زمین هر آواه. یعنی کاری که اصلاً عاجز و ناتوانی کار که هو العاجز عن العملی. کذالک الفقیر المجنون فقیر شتیج. والمقصود بالفقری العجز عن الاکتسابی. منظوری لفقر چیه؟ کابران ناتوانی واقع اکتساب که. يعني أقوى قعن بتواني اكتسابك اتفقيرش حسين نابد فلو كان الولد صحيحا بالغا قادرا على الاكتساب لم تجب نفقته على أبيه أنا أمثالي جنابتا نفقتها عند سر باوكتا واجبني ها أقر مناليك كشي صحيح بيت بالغ بيت قادر بي لسر كسبكار واجبني نفقي لسر بابي وإن لم يكن مكتسبا بالفعل حرشان دي يسوكو جناب تانك بالفعل مكتسب اجنبيت كاسب اجنبيت فرزني ها سربابت فرزني فإن عاقه عن الاكتساب اشتغال بالعلم مثلا أو مسعالي إوز أجا مثلا شتي وكو مشغول بون بعلم بازداري كرلا أو إيك اكتسابك وكو علان تويك طلبي بروي كسبو كاربكي ناتواني درسكات بوني وكو منالك محاصلك دانش جوا دانش آموزه دبیرستانیه دانش جو هرچی فإنه ينظر سير أكريت فإن كان العلم متعلقا بواجباته الشخصية أجا علمك علمك متعلق بواجباتي شخصي خوي كأمور العقيدة والعبادة فذلك يعد عجزا عن الكسب وتجب نفقته على أبيه أجا أمورك فرزي عين لسر أو إنسانه نايزاني واجب بيزاني دي أبي خريكيان بك خريكيان بو أمروناتو أني برواشوني رزقا أبي أمرو بو جهن روج بو جهن مدد بو أو بابا خرجي بدا أما إن كان العلم الذي يشتغل به من العلوم الكفائية التي يحتاج إليها المجتمع أقل علوميك كفائي بيت وكو أم علميك إساي وخريك أو علوميك مجتمع نيازي أسبيان كالطب والصناعة وغيرهما وكو طبابة وبزشكي وصنعتي أنواع صنعة كانوا وكو أم علوم شرعي كأيواي ساخريك تفاصيل شريعة أخوانا فلا يخرج الولد بالاشتغال بها عن كونه قادرا على الكسب منال بمشغول بون بأمكارانا لا أويك لحازي شرعي قادر لسر كسب خارج نابت كوابي اتنب هنوزا مكانوزا لسر بابتي فرز واجبني خرجيبا والأب عندئذ مخير باوك أو كاتا مخيرة بين أن يمكنه من العكوف على ذلك العلم الذي يشتغل به وينفق عليه مخيرة أتواني تمكيني ببا وإجازي ببا عكوف يعني كاملا خوي قلاب كاتا ومشغولي تواوي أم علم بيتو أتر كامل خليكي أو علم بيتو نتيجة أمي تشيبك ينفق عليه
عكوف يعني شيء عكوف يعني كامل خوي تايبت كابو كاره العكوف على ذلك العلم كامل خوي دابني بو كارو أو علمك خريك يسيو بابيتي ينفق عليه بابيج انفاقي لسركا وبين أن يقطع عنه النفقته بين يشك بيجتي اتنفق نادم قطع كان سري ويلجئه بذلك إلى الكسب والعمل وبمجور مجبور كا يلجئه يعني مجبور كا برو أوي بيواكي خوي بروا كسب كاركا مقر أويكي جهتك ترشي نفقيبه على أن مثلا طلبة كان تو مسكنت تأمينة لوقتك طلب علمك تعام التأمينة هذا بي إلا أتم بني لبن مسائلان لباس التأمينة تو بعض التر إنه مشتكانت مثلا كشوناني كشت أقر ببي واقعن هيا كي مثلا حتى لباس يشتو مثلا كتاب يشتو مثلا دفتر يشتو مشتك التأمينة كا دي تمام دي تو تشيب قرك أخذ دنياي أمرو عجيبي كردو موضوعك من جيماو من جيماو لشي جيماوي لشي جيماوي كسبو كار تقول كسبو كار حرا عيسى بروبازا عيسى ناني أمرو تجيرتيري بروبازا جن يك كولا كي جرا كالب قريب وكولا كي بوهل بقرا نانا كي أمرو بروبيد الدولة نو بيخو ولي أم علمت لا دزجو أخذ بدي تجاي خلكي أمرو سيري موضوعك مكان برا هل بيلا دنيا جيناميني ها ولي لآخرة جيميني براسي لدنيا يعني كسب كاري دنيائي حتى جرك على الآن توفرس كمثلا درس دواها ورجع جرك تاجن بخوازي فعلا عجبني صالك إيش دابنا كاركة هر كاركس هر كارك صال دابنا كاركة أجا حدش كسيق نيل لسر زمينكم كتبك صال دابنا كاركة بولي جمع كيت أو كاريش تأخيتر ما قال لطولي تاريخ أنا هم خلكت شو نمكاراني كده يعني يا كبر دانجوي كاروا مثلا أو هم درس إخواني آخري قو فعلا هيجي بين هذا هتشن أو بنوعك لبر دنياكي أمره تلقير متلعب أويك بمن طريقة بولا كسبك كبر راه تخصصي كي فيزيكي أجري تقريبا يقيني أز بولا كبد استيري اللي توج أجريك عزيمة بوي وظيفيك يقول أنجام مدي وتوج جينا مني لدنيا مطمئن به لبر أوى مسألة ك أو سكير يلجئه بذلك إلى العمل بره ممكن واقعا وابي كبر حتشي بونا ما وتو ملي كارك يا علماء بون كما وي كاريان كردو بولا كان كس كردو دوباره چون تو طلب علم كان دامه داگه مثلا امام احمد بن حنبل رحمتي اخوي لي بي مثلا چون بو حج للرقا نفق ان بين ما كار ما كرد دامه رقا كم اين كرد بو بولا كار كم كرد بي بس هيش تي وابو سليك عجيب غريب يجني انا برين اما لا ام حاله مقداري نفقك شنيك واجب حتما مانجب 50000 في با صليب في با 200 في با مليون كي با شونه مقدار النفقه ليس لهذه النفقه حد تقدر به الا الكفايه ام نفقه حيش حد كني با حد اندازه غيري بكره الا كفايه نمي كفايه يعني شي كبره حد كفايتي او شخصه شنيك او مناله شنيكي كافيه بو خرج ومخارج الى اخر او عنده والكفايه تكون حسب العرف كفايه يجبر حسب عرفه ضمن طاقة المنفقي أو يجبر أساسي كبر أساسي تواني إنفاق كركاك بابك بيهر كسيبي قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا با إنفاق بكا كسيكوان دسلاة دارة لدى صلاتك إنفاقك هر كسيكيش تنگی ها گیریا بملیا و رزقی تنگی بملاهاتو رزقی کمو بو با لوی که خواه پیدا و بر اساسی او هسی پی بدا انفاق بکا خواه گوره هر نفسی به اندازه اوی پی عطا کردو تکلیفی لسرکا و خواه دوای تنگی دوای سختی آسانی تیرید واقعا واسه کستان بینی و لم عالمه من پیموانه بشتی و هبو بید اگر مواردی که شاز که مظلوم بو بید واقعا نمان بيني وكابرة تا آخر فقير بيت تا آخر هر ندار بيت هر رجل لرجل ندا آخر فقيري باصطلاح شرعي برا إنه كابرة يجي من أشي إيسا يارو ماشينا آخر سيستما كانشين أو ما تاب ديجم تفقيرني برا هيج كذ ناقي بوشتانا ما قبت استثناءات إنه فقير كابرة بيني فقيرة دعاي إيسا كويتنا والرفاهية آخر رفاهية تاكي تشيه لتي حفتا بانش كرات گوشت اخواتو کفته اخواتو برنج اخواتو مثلا لباسی خوشی هستو شکری خواه
دسي أرواب ودمي خوي ومشكلة كينيو أما رفاها بويتا قديم أجي الكورونا كان في دابت وايزاني وتتواوا وايزاني وتتواوا وزور من أوانا بس برحال سيجعل الله بعد أسر يسرى وايزاني سختيها أسانيتك. هل تصير هذه النفقة دينا على الأصل إذا فات وقتها؟ إيش سؤالك؟ آية أم نفقة أويت الدينك وقرزك ديني لسرشاني بابك يا باباك أجر وقتك يسفريبو مثلا تواغا أمثال دايسي بدنت بردوا يا هني دا قفيت آية أويت الدين مثلا بابيتو بابي هركسي كي بابي من فسكة صار النفقين داوم أي أويت الدين من بيجمع يسمى بيربزان إني شوار صالقي من بير النفقة كم به أويت نايت أها لا تصير نفقة الفروع بمضي الزمان دينا على المنفقي نفقي فروع بتي فربوني زمان نايت الدينك لسرشاني إنفاق كركة لأنها مواساة من الأصل لفرعه شن أم أسأل الأصل شيء مواساة يارمتي دينك كما كردنا أصلي مواساتي وقت مواسات رو يارمتي دانو كما كردن بو مخالفي أوسكتو أمرو إني كرت دعاي بيري بكي تزيندان بو نو كرت تتعمل كردن زيندان تفرزي يكال سري أقل نيكا يكا تزيندان فهي ليست تمليكا لحق معين خو أما تمليك حق معين يعني شي بملكية درها وردني كسيك حقك معين بملكيتي كسي در بيريني بيجي ورب زانم أم بشه بوس ملكيته الشرعان بوس ملكيته إت بيوي بردوت النيوي للاين هسهر وكاتجركت بطلب يتوانيك وأني أمني مواساة أمن ولكنها تمكين له بدافع صلة القربة بس تمكين يعني تمكين الداقة بون فر إمكان الداقة بي بيوا أرهات نيبرتشي حج دينك لسرتني بدافع صلة القربة يعني شيء أو كمسألة بأنجزية أو كخليكي صلي رحمه بحرال فام إلى برفع مليوك سكاري أو كارك أي يتناول حاجته من النفقة يعني بيت حاجتك إلى نفقيت بر هل بقري فإذا مرت الحاجة ولم يشأ أن يسدها بما قد مكنه الأصل منه تعففا أو نسيانا أو غير ذلك فإن ذمة أبيه لا يعقل أن تنشغل بدين لولده مقابل الحاجة التي تعفف ولده عنها أو شغل عنها أو نسيها حتى فات وقتها جاء أقر حاجتك تفرب وأو نفر من الله لم يشأ أن يسدها قريك نوخ حاجتك براور دبكا بما قد مكنه الأصل منه بويك أصلك كبابك بيت تمكيني في داوتي تبير رولك يعني بيلو ما الله ينبو حاجتك دينك إيسا تعففا ببيد لبروك إنسانك عفيفة محرحال وكو بيجي خوي أباريزي شبهيق إحساسك يعني حياءك يا لبرو لبيري شو النسيانا يا غيري أمانة بيت أليرا ذمي بابي ذمي جوتمان ويأعيكي تي اعتبارية استلاحي معنى يكتو إن شام كشام منزل إذا شاني وقال لان لسر شاني أو كابرات دينكني ولي اعتباري لسر شخصيتي أو شخصة دينك هي لقيامتها لسر مسائنا بيت يا لدنيا كابرات المطالبة بك فإن ذمة أبيه لا يعقل أن تنشغل بدين لولده ذمي بابي عقلان يا كتيبت مشغول بدينك بمن على كي مقابل الحاجة التي تعفف ولده عنها لبرامبري أو حاجته وك من على كي خوي بازداري كردو برحال لبر حياة لبر هشتك نهات براور ديكا أو شغل عنها يا مشغول ببكاري كترو نهات لبابي نفق كي بسيني هرشي أو نسيها حتى فات وقتها يا أصلا لبيري تشوتان زمانك تي وقتكي فات أما بنابرين إن مقر حالتك في سيخيني مقر حالتك قاضي معينك قاضي معينك أتو كاتبي تدين هذا هو الأصل وهو الحكم أما أصل وأما حكم أصلي عندما وهو الحكم عندما تكون الأمور بين الأولاد وأبيهم جارية على سننها الطبيعي أما همان حكم أصلك كاتك بين باب وبأمنال لسر سنة روشي طبيعي خوي بروا نتشو بيت لا قاضي لا حاكم فأما إذا وقع خلاف أما أجي اختلاف كوت بينيان كشي كوت بينيان تدخل القاضي بسببه فيما بينهم و
عفوا إذا وقع الخلاف تدخل القاضي أو تدخل القاضي بسببه فيما بينهم اختلاف كتب بين يعني قاضي تدخلك وفرض القاضي على الأبي نفقة معينة قاضي نفقك إن نفقك في تعبتي فرس كل سرباوكك أو أذن للأولاد أن يستقرضوا على ذمة أبيهم قدرا معينا من المال يا إذن داب من لكان كقرز بقر لكسي كتر بناوي باوكيان لسر زمي بابيان مثلا بيجي برو لا يدو كان دارا بيجي إما من لكان فلانا كسين بناوي بابم أو اندبو من في قرض بابم أيداتو بيتان أو القدر الذي يحتاجون إليه يا أو اندازيك حاجتي يا نسبي فإن هذه النفقة تصبح دينا بذمة الوالدي إتأم نفقة أبيت الدين لسر شاني أو بابي إذا فات وقتها ما دام وقتكيشو قاضي معين كذو يعني دواتر دوبارة تواني بيتو تشيبكا شم أذاني بو القاضي بوشي دانري أبوشي هاتن لاي قاضي القرار وقتكي تيفر بوديت حربا روجي أولنا هاتن لاي قاضي هاتن هاتن قاضي شمعنا يكي بو قاضي معين كذو يعني أبي بيدا واجب بيدا ارنيدا أبي مطالبيك قاضي وات دادقا هاوتم اي خات زندان ميرا ولا تسقط بمضي الزمن باتيبرموني زمان وقدشتي زمان أما ساقط نابد لأنها قد آلت بحكم القاضي إلى تمليك منجربو وسرنجامي أم نفقه منجربو بحكم قاضي بتمليكه يعني بملكي من على كان درها توتأمه بعد أن كانت مجرد مواسات وتمكين بعد ذلك فقد مواساتك وهمكاريهم ياريك تمكينك وإجازة في دانك والله يسبوته تمليك بملكي أوان درها ولي. أما نبحثي نفقي من على كان كل سر أصل كان ينفرده نفقيش بمعروفة يعني لحقيقتها لأصلا أو كبيجي حتمنا بمانغانا أو اندم فيبا أو اندم فيبا مانغي أو اندم أونية بمعروفة بمعروفة جواسة يعني لعرف عادات منطقة إذا ممكن أوشتيك لعرف عادات منطقة بيوا لي قاضي تعينيكا بيجي بلا أو اندم فيبا إمامي ابن المنذر فرميه أجمع على أن النفقة كلما كان الإنسان يجبر على نفقته وهو حي مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالده تسقط عنه إذا توفي إجمع إزانيان لسر وكد تفسير قرطبي جلد سلا فرسل حفت وشش أفرمي نفقه كسانيك وإنسان إجباري لسرك لنفقه عن باوك وزوجه وأوانا أقر مرت ساقط أبيتر التكليف إلهي نامنة تأمين نامنة صنعاني جا فرمي بو مملوك يعني برده طعام وكسوه همو أمشتانه هي أبي نفقي مملوك يجب إجماع زنان بدريت وكو لسبول السلام جلدي سلاف رئيس يصدو تشجر حتى بردك أبي بإجماع نفقي بدري وهروها إجماع زنان لسره حج كسي لسري فرزني النفقي فردي كي غني بدا غير جنبيت يعني جنك اگر جنكي زوجكي اگر غنيج ببنيازي بسرتون ديج بحرف نفقي فرز لسرشو ولي ما باقي كان بي فقير بن يعني على مثلا تبابت دوله من بي لسرتو فرزني من علاقه خوي بولي بي لسرتو فرزني ولي جن ابي حتما يعني بابن حزم او اجماع نقلك لمراتب اجماع و اتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة إجماع زنائين لسر أو نفقاتك ذكر ما كل سر فيها وكبدا كامزة أو قوتة لو شارس نعم بيجي خاويار مقرك يعني بيجي لباسي كيم قرك لباساني سرما دفع كاتو و هر واحد چی نیوزی جیتیا درست بید امام خطیبی شربینی هو مبحثی بعدی که اگه اینه لای مبحثی نفقی جای کوباو لسر منال انشاءالله و کاتبتا نقل کن و قرطبی جا فرمی اجمع العلماء على ان على المرء نفقت والده الاطفال الذين لا مال لهم لتفسير قرطبی جلدی سیلا فرسد فنجاو کن اجمع الى سره
لسر إنسان فرزة نفقي من ألانيك أتفاليك خيان ماليانية. وفرمي وقد أجمع الفقهاء إلا من شذ منهم أن رجلا لو كان له ولد طفل وللولد مال والأب موسر أنه لا يجب على الأب نفقة ولا رضاع وأن ذلك من مال الصبي. إجمع إذا نعين لسر أقر كابراي دولة من يجب منالي بمنالك خوي بخوي مالي بيت لسر أم فرزنية هيتش خرجيكي بكيش هي هلا مالي منالكي إلى كاكا خرجكي لو أدا. وابن المنذري بحثي واختلافي كردوا إذا منال جاي السني بلوا أوشتانا أو شو نبيت أنا نفقي هذي يعني كأو بحث مانك خا إجماع شيء لسر أبو نفقي أصول لسر فروع يا فروع لسر أصول اللهم بو شرطانه دل كل إجماعي لسره ولا أو شرطه شرطه هي هو أكتبه كان إجماعي لسر نقل كريعه. ابن تيمية برحمة بيلا كتبه توزيع الأحكام جلد شجل أفرج لو يقنق لي ليه كايجي ما علمت أحدا من العلماء قال إن نفقة القريب تثبت في الذمة لما مضى من الزمن إلا إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن حاكم أو مسألة كيسة كون ما جل هي جل علماء سراغ منية وتبيتي أو نفقة لازم كابرا هاي ودواترو أبي بيدا ما دام زمانا كيتي فرو مقر أوي كتشي بيت حاكم تعيني كرد بيت أو إجماعي لسل نقلك خب با تايرا كافي بإن شاء الله دامي لدرسي بعد يعدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.